شخص بيساعدك، في شيف عظيم بيعمل اكل كتير طيب. شيف عمر خبرنا عنك، قد صار لك هون؟ صار لي مع الصفدي من لبنان تقريبا 22 سنة. 22 سنة؟ 17 سنة منهم بدبي. واو. اليوم حعملكم اكل كتير طيبة، هي الكبة الارنبية. هي معروفة ببيروت اكتر شيء، هي عبارة عن حوامض فيها البردقان، الابوسفير، الكلمنتين، وبنحط لها دبس الرمان والبصل وزيت الزيتون. كيف عرفت انا هيدا اطيب اكل عندي وانا وياك مش حكيم؟ هلا لانه هي كثير مبسوط عم ناكل عن جد اطيب اكل عندي، بيعملوها بالاشرفيه، بعرف ستة لمرتي بتعملها. نعم. بس كثير قليل الناس اللي بتعرف تصيبها مثل ما هي بلا ما تفصل، بيقولوا مظبوط. اكيد اكيد بدها شويه تعب. خبرنا عنها. طيب هي بالبدايه بنحط الطحينه، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هي ست أنواع حوامض. هي أربع أنواع حوامض: بردقان، حامض، كلمنتين، وأبوسفير. أهو مثل بعضها. أبوسفير. أوكي. نحط لها دبس الرمان كمان شوي. دبس الرمان طحينة. نعم. هلا بالبداية بنحط شوية بصل نقلي. هلا خلينا بس هيك شوي. هنبلش بالبصل. أوكي. هي تطبيقها ما بياخذ كثير وقت، بس اللي بياخذ وقت هي تضل شوي على النار لحتى تكمش مع بعضها الطحينه والحوامض. يعني هلا ببلش تشم ريحه البصل، يبقى مثل عم تقلي مع زيت الزيتون. بتعرف قديش بحب الطبخ بالطناجر الكبار؟ بتذكرني بايام الكشافه ساعتها كنا نطبخ ل 100 شخص، بحس هيك فيك تحط فيها اكثر حب. عيانين قبل بوقت تعرف حالك ايش عم بتحط؟ نعم. بتحط اثنين؟ لا ححط وحده. وحده. رح نترك كل شيء استعملته هون وحده حطيتها. اوكي. حنحط البردقان. بردقان. قديش مهمة هالطبخة انه قديش فيها جوسز، بس واحد ما بحس حاله عم بياكل كوكتيل بالاخر، بينطبخوا مع بعضهم بطريقة بيعطوا هيك الزست والحوامض والسويت للسكر الخفيف ببالانس. هنحط الحامض هلا. حامض كله طبيعي 100% فريش. لازم يكون سكويز. طبيعي لازم يكون طبيعي. هي بتعرف يعني كلها فوائد هالطبخه. نعم. وهي هلا موسمها لانه هلا الحوامض بتبلش بلبنان يعني. اوكي. هي كلمنتين. هاي الابوسفير اللي عم بيصير بهالطبخه كثير حلو. طبعا الابوسفير بده يكون ما كثير، الابوسفير لانه الابوسفير طعمته قويه كثير. اوكي. ومنبلش نحرك. قلت لي من وقت ما بتطبقها كلها سوا تتخلص قديش بدها وقت تقريبا؟ بدها يعني هي بال كل ما غليت على النار كل ما بتعطي طعم اطيب، بيطلع السارج تبع الزيت على الوش وبيطلع كثير طيب. بدك تضلك عم تحرك؟ هلا هي اول فتره بس بدها 3 4 دقائق لتجمع مع بعضها. هلا كيف دغري جمعت مع بعضها؟ كيف دغري نشفوا؟ نعم. ثواني. حلو كثير كثير حلو.
حلو بتشوف الطبخة كيف عم تتحول مثل الكيمستري رياكشن، بتقولوا معقول كل هول الليكويدز يفوتوا على قلب طبخة يجمدوا على بعضهم بهالقوة بهالسرعة ويعملوا أكلة؟ في ناس بتطلع بأكلنا اللبناني وبتقول يمكن معقول كيف محطوط بقلب الصحون منه كتير هيك جورمي وفاين. كيف بعد البصل اختفى شوي شوي، روايح كتير حلوة، الألوان عم بتغير وعم بتروح من 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 بيج لأبيض لأورانج وبترجع بتمشي وشوي شوي عم يركبوا على بعضهم. ناقصهم رز، كم وحدة كبة ودوق. هلا تقريبا جمعت الطبخة، حط اخر شيء شوية دبس الرمان، اعطيها شوية لون بس. اوكي، ده الكل بحط لها او في ناس ايه ناس لا؟ هلا انا بحط لها شوي، حتى بس شو هالسر دبس الرمان؟ شو السر هالدبس الرمان يلي اخر 5 سنين اخذ هالموضة وكل العالم بيسأل عنه، كل العالم بيحكي عنه؟ لانه فيك تحطه مع اي اكل بيعطيك طعمة طيب كتير يعني. شفت ما بلشت تتغير شوي لونها. هلا هي لتجهز الطبخة هاي بيطلع شوية زيت على الوش، هو هذا الزيت ده تبع سارج طحيني بسموه يعني. في واحد من اصحابي شيف من انجلترا اجى مره على لبنان وكنت بدي ذوقه الاكل اللبناني، فاخذته طعميته فتوش مع دبس الرمان. وقف وقال لي هيدا السحر بقلب السلطه، فيك تعطيني منه شوي يمكن بستعمله عندي ببلادي. وفهمت قديش دبس الرمان هو اختراع مميز، كثير من العالم ما بيعرف شو يعني او ما بيحسه. وتخيلوا هيدا الشيء مع سيزر سالاد او مع شقفه لحمه غير شكل او نقطتين بالستروجانوف مثلا. من بعد هلا بدي 20 دقيقه من هون رايح 20 دقيقه 20 دقيقه بس تسوي طبخه مسقط بقلب الكبه. هلا الكبه بالبيت لازم تسقط، هي معموله نيه حتى تشرب طعمه الحوامض كلها. اها اوكي، مسقطه نيه للكبه بقلبها من جوا. كبه محشيه طبعا بصل وصنوبر ولحمه. عظيم، برمتنا بالمطبخ بتكفي وعطني بطبختين اليوم. طبعا رح نتركها 3 ساعه بنكون احنا برمنا عملنا الخروف. اوكي، فرجيتنا مطبخك كثير حلو. صحيح، قصر هذا مش مطبخ. وبنرجع على الطبخه ولا يهمك. يلا يلا. بطاطا مش هاي جديد علي. أوكي. اكل كوسا كتير، ورق عنب اكتر. طيب. رز قد ما بدك، بس هن جواته ما بعرف كم واحد منكم ضايق هيك شيء قبل. طيب. هي الخروف، هذا الخروف بيتنظف من جوا، نظف من عظم نهائيا، تبقى لحمته تمام. يعني ما رح كذب عليكم بس ما كتير شايفك اشياء قبل. اوكي اوكي، بس بدل في الرقبه عظيم والموزات تقوله بس ما اكتر من هيك. هلا حتى الفخاد تقوله من جوا مسحب. يعني ساعات الواحد بيطلب على عزيمه هالخروف. نعم. بيطلبه مسكر خالص، بيوصل لعنده بصينيه. نعم، بيقصه بيطلع بقلبه ورا عنب وبيطلع سيربريز. ما بلش بكوسه هيك بهالطريقه، بهديها وحده هيك لمرتي بالبيت. لكن الكوسة عبيتهم قبل محشيين رز ولحمة. كوسة نيين محشيين لحمة ورز والبهارات تعولهم أكيد. أوكي، بعدين هلأ بدنا نحط الكوسة. كله فن، كله زينة، كله أحساس. طبعا نحط له الخروف شوية ملح وبهار من أوكي. تحت حتى يتطبل. وبتتركه مع ليتو تشرب الشحمات، لأنه هلأ حط بطاطا بكعب الصينية عشان كمان تطلع كتير طيبة مع البطاطا. ورق عنب بنصفه كمان حده. هول الطبخات اللبنانية القديمة يلي يمكن شوي ناس عم تنسيها وما بتعرفها. نعم. لازم نرجع نحافظ على التراث القديم. عم تتخيلوا هول شربانين اللحمة والدهن طبعا والدهن ومطبوخين، يعني بتتخمر بالآخر. صحيح.
نقزين بوزيتيفلي يعني انه متفاجئ رح اكل شيء لليوم فيني اقول لاول مره، وكلمه لاول مره كثير قليل واحد يستعملها، فهي لاول مره رح ذوق هيك شيء. تخيل هالبطاطا شربانه فاتك مسقسه بالفرن بتدوب تحت لسان. قديش بدها بالفرن؟ بده تقريبا هذا الشيء 3 ساعات بالفرن. 3 ساعات بالفرن؟ نعم. بهالوقت بنكون كفينا طبخة الأرنبية؟ نعم. تغدينا بعد ما أكلنا كل شيء اشتغلناه من على بكره، كل شيء شفناه عم يتحضر، وبنرجع بنشق عليه بالفرن. أكيد. شيف بتعقد. مشوار بمطابخ صفدة. قطع ثلث ساعة. ثلث ساعة شفت بلش تفقفق، شايف الزيت؟ زيت السيرج الطحيني بلش يبين فيها، شايفه؟ اوكي تمام. اوكي بس اهم شيء يطلع السيرج تبع الزيت من فوق، هيدا بتبين عن الشطارة. هو الطحين طبعا انه جمعت انه هي بتفصل، اذا ما كان طبختك مضبوطة بتفصل الأرنبية، بتفصل كثير صعبة طبختها يعني. اوكي هلا بنعيرها 3 دقايق وبنشيلها بنسكبها بجات حلو. عظيم. طبعا هذه بتقدم معها رز ابيض. اوكي رز ابيض مطبوخ. ميرسي على وقتك.